لإعادة ترتيب البيت الداخلي. الرؤية للقوائم القائمة القادمة ربما بدأت تتضح معالمها بأن المشهد الانتخابي نحن مقبلين على قوائم يسارية متفرقة ومقبلين على قوائم لمستقلين ومقبلين على قائمة على ما يبدو لفتح وعلى حماس منفردة ما بعد فشل يعني تجربة القائمة المشتركة أو الحديث عن القائمة المشتركة في ظل رفض الشعب لها وفي ظل رفض القاعدتين في كلا الحزبين وخشية من تأثير ذلك على تصويت عقابي على القائمتين وخاصة أن نتحدث عن قائمتين هم طرفي الانقسام خلال فترة 15 عام. أما فيما يتعلق بالتيار الإصلاحي بتقديري سينزل كما أعلنوا عن قائمة مشتركة مع شخصيات وطنية لبلور التيار وطني ديمقراطي إضافة إلى أن هناك قوائم ربما نكون أمام قوائم للشباب وقوائم مختلفة أيا كان المشهد الانتخابات باتت بحكم الضرورة رغم كل العراقيل التي تقف أمام إجرائها سواء عراقيل الاحتلال أو بعض العراقيل الداخلية والتي من بينها إصدار مراسيم بقوانين تمس استقلالية السلطة القضائية والمجتمع المدني والنقابات وغيرها من القرارات بقوانين التي تريد أن تثبت مراكز قانونية في إطار هندسة المشهد الانتخابي وأيضا الحكومة القادمة في هذا المجال. أولا نحن لازالت خياراتنا مفتوحة على كل الوطن الفلسطيني كما قلنا أنه خيارنا الأمثل والأسلم في هذه المرحلة التي تواجهها القضية الفلسطينية ونحن نرتب البيت الداخل الفلسطيني ونحقق الوحدة الوطنية الشاملة أن تكون القائمة الوطنية المشتركة هي خيار حركة حماس وخيار كل الوطن الفلسطيني. إن تعذر ذلك فخياراتنا مطروحة، نحن ماضون اتجاه الانتخابات ونعمل على تدليل كل الصعاب للوصول إلى يوم الاقتراع الحقيقي لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة. يعني أعتقد في حوارات القاهرة الأخيرة كان هناك ترتيبات لمنع تأثير الاحتلال على نتائج الانتخابات ولمنع تدخل الاحتلال في أداء النواب المنتخبين، وبالتالي هناك معركة مع الاحتلال الصهيوني من أجل فرض إرادة شعبنا الفلسطيني للانتخابات في القدس المحتلة. شعبنا الفلسطيني الذي استطاع أن يفرض إرادته في معركة البوابات الإلكترونية يستطيع بمجمله كل الوطن الفلسطيني وبالضغط الدولي والدول الوسيطة بالضغط على الاحتلال لتمرير الانتخابات في مدينة القدس.